حبيب قلبي، وحشتوني. عاملين ايه النهارده؟ بقى كده قاعده محتاره مش عارفه اعمل اكل ايه. قلت لا ما بديهاش بقى، كان عندي ارنبيته كده وكنت شايلاها بقى لي كام يوم تعبانه، قلت هو ده جه بعدها. عملت الارنبيته النهارده بطريقه حلوه قوي، عايزه اقول لكم بجد، ولا هتشموا له ريحه خالص في البيت ولا اي حاجه. وعايزه اقول لكم ان هو طعمه كان مقرمش وكريسبي، يعني كنت اكل الغلابه بجد. شايفين شكله عامل ازاي؟ بخلطة بقى هتعجبكو قوي قوي قوي. تعالوا نشوف عملنا القمر ده ازاي، يلا بينا. المية بتاعتي هنا هتغلي، هنزل بيها كده معلقة كمون حلوة كده كبيرة، ومعلقة كده كبيرة ممسوحة من السكر عشان الانتفاخات بقى، ومش هتشميله اي ريحة. حطي بس كده في السلق بتاعه معلقة الكمون ومعلقة السكر، وهتدوي احلى ارنبيت، ولا اي ريحة ولا انتفاخات ولا اي حاجة. ونزلت هنا بمعلقة كده من الملح وقلبتهم بس كويس كده، دوبت الحاجات دي معايا. الارنبيت بتاعنا بقى، الارنبيته والله انا كنت جايباها بيضه وكانت زي الشمعه، بس عشان خاطر كنت تعبانه وقعدت كام يوم عملت البقعه دي. بفصصها كده من بعضيها وبمسكها اغسلها غسله حلوه جدا تحت الحنفيه، لازم تشطفوها كويس قوي. وقطعتها قطع صغيره كده، كل ما بيبقى صغير بيبقى طعمه احلى، بتبقى مقرمشه. وهسلقها 10 دقايق، بعد كده هشطفها بشويه ميه ساقعه نازله من الحنفيه. دي كانت معايا هنا حوالي كده كوبايه كبيره دقيق، ودول بيضتين، وهنزل بمعلقه كده من الملح، معلقه من الكمون، رشه كده بسيطه من الفلفل الاسود، معلقه بابريكا، معلقه كاري او كركم، ده او ده ممكن يعني تحطيه. وهنزل كده عليهم بمعلقتين من النشا. عايزه اقول لكم بجد يا جماعه، النشا بيفرق قوي قوي، يعني معلقتين كده كبار هيفرقوا معاكي جدا، وهيخلوه طعمه حلو معاكي وهش كده، وهيبقى طعمه مقرمش وجميل. وهنزل هنا عليهم بمعلقه من البيكنج باودر ممسوحه كبيره ممسوحه، وهقلب بقى كده كل الحاجات دي ببعضها. هنزل بقى هنا بالميه بتاعتي، في ناس بتحب تحط له لبن تمام، بس انا النهارده حبيت اعمله لكم موفر، يعني انا قبل كده عملته في القناه وكنت حاطه له لبن بدل الميه، بس عايزه اقول لكم برده بالميه طعمه حلو جدا. هبتدي بقى هنا انزل الميه كده لحد ما اخلي سمك العجينه معايا متوسط، ولا تقيل ولا خفيف. وهنزل هنا بقى بالبقدونس، انا كان معايا حزمه كده من البقدونس، خدت الاوراق بتاعتها وقطعتها كده على كده رفيعه. شايفين شكل الخليط عامل معايا ازاي؟ هصفي بقى الارنبيت كده واشطفه بميه ساقعه، انا بسلقه 3 ارباع سلقه علشان لما اجي احمره ما يتهريش معايا اهو. هشطفه تحت الحنفيه واقليه بقى كده. خلاص بقى كان الزيت جاهز معايا، والخلطه بتاعتنا اهي، والارنبيت الزيت بتاعي بقى كده يكون سخن. وهبتدي بقى انزل بحته الارنبيت كده في الخلطه، وزي ما قلت لكم صغروا كده قطعه الكرنبيت عشان تطلع معاكم كده كريسبي ومحمره واحلى غدا. انا في ناس كتير بتاكلوا بالعيش، بس انا مش عايزه اقول لكم ان احنا مستحيل هنا ناكله بالعيش، وان احنا بنعمل جنبه مكرونه. ما تستغربوش والله، بس انا ولادي بيعشقوه بالمكرونه كده. هبتدي بقى احمره كده لحد ما ياخد اللون الحلو، اقلبيه كده بالراحه. اهم حاجه بس ما تستعجليش عليه، مش اول كده ما تلاقي اخد لون تشيليه، لا سيبيه شويه علشان يطلع معاك كده مقرمش، والقلب بتاعه كمان من جوه يكون استوى عشان الخلطه دي ما تطلعش معاكوا كده معجنه. جبت كده معلقه وابتدي بقى اقلبه كده لحد ما اطمن ان هو ايه اخد كله لون واحد. هنا بقى خلاص كان كله اخد لون واحد كده زي ما انتم شايفين، قلبته كده من كل الجوانب. هبتدي بقى اطلعه واصفيه كويس، طلعيه كده على مصفى عشان ينزل كل الزيوت اللي فيه ويفضل مقرمش. اهم حاجه قبل ما تيجي تحطي الدور التاني لازم تشيلي كل الحاجات اللي بتبقى نازله كده من الارنبيت اللي هي الصغيره دي، عشان ما تحرقش معاكي الزيت. وهنا كنا خلصناه، وبجد جربوه، الخلطه دي طعمها حلو جدا وبسيطه. انا من عشاق الارنبيت، عايزكم تجربوه بالطريقه دي وتقولي لي بقى رايكم فيه ايه. متنسونيش بقى بلايك حلو كده لو الفيديو عجبكم، وشير وكومنت جميل زيكم، وقولي بقى متابعيني منين. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.